أعزائي المشاهدين والمشاهدات، أهلا وسهلا بكم، سعيدة جدا بالحلقة دي. طبعا أنتوا عارفين أن إحنا كمذيعين ومذيعات أهم حاجة عندنا الصدق والأمانة والإخلاص في نقل كل شيء الحقيقة. النهاردة موضوع جميل لأني هنتكلم فيه عن منتج من منتجات التخسيس، منتج فعال، منتج يعني قاهر رائع، بينزل وزن بشكل كبير. عشان ما طولتش عليكم، المنتج اسمه منتج أبليكس، والحقيقة معانا سيدة هتحكي لنا عن تجربتها مع هذا المنتج وماذا فعل معاها. تعالوا نتعرف على هذه السيدة ونسمع قصتها ونسمع عن تأثير الأبليكس معاها. أهلا وسهلا بيك يا فندم، نتعرف بحضرتك. أهلا أهلا بيك يا سيادة المذيعة، أهلا وسهلا. حقيقة أنا اسمي سعدات، لكن أهل المنطقة بيقولوا لي سعدية، أما بقى جوزي والمقربين بيقولوا لي يعني سعدعد. الحقيقة كان خلاص يا فندم، يعني مش شرط نتطرق للاسم. مدام سعدات، عايزاكي تحكي لنا عن منتج الأبليكس وإزاي قدر يفرق معاكي في سد الشهية، طبعا على يعني على حد القول أنه منتج رائع رائع في سد الشهية. تفضلي فندم. الأبليكس الأبليكس الحقيقة فرق ملحوظ جدا. أصلا أنا بستخدمه ليا 3 شهور، يعني قبل الثلاث شهور مش عايزة أقولك الاختلاف في الشهية. في الأول كان ممكن مثلا أكل نص فرخة وطبق مكرونة، يعني كنت أشبع، لكن بعد ما استخدمته بقيت أكل نص فرخة طبق مكرونة عليهم طبق محشي، نحلي شوية بسبوسة، ناكل حتة جاتو. حسين، ميه ميه حسين. طيب يا فندم، مش مهم مش مهم. طيب خلينا في نقطة مهمة جدا، وهو نزول الوزن. ياريت حضرتك تقولي لنا من يعني من أول ما استخدمتي الأبليكس لغاية النهاردة، يعني وزنك نزل قد إيه؟ طبعا طبعا يا ست المذيعة، أنا في الأول لما بدأت استخدمه كنت 100 كيلو، دلوقتي 98 كيلو. عشان إذن، وهذا هو سيداتي اللي كنت بقول لكم عنه. الحقيقة أنا في قمة الفخر، في قمة السعادة، لأن هذا المنتج كان الأعلى في التخسيس وقدر ينزل هذه السيدة 2 كيلو. فأنا في ثواني حضرتك. نعم يا فندم. ثواني حضرتك، ما كملتش. أصل أنا من فترة خدت دور إنفلونزا، رقدني أسبوعين فتعبت فخسيت 2 كيلو، يعني خسيت من التعب حضرتك مش من الأبليكس. وسهلا بكم، يا رب تكونوا في احسن صحه واحسن حال. لو انت جديد في القناه ما تنساش تعمل اشتراك علشان توصلك كل الفيديوهات، ولو عندك اي سؤال بخصوص الفيديو ده او الفيديوهات اللي فاتت تقدر تسيبه لي تحت الفيديو وانا هجاوب عليه، وخلينا نوصل الفيديو لاكبر عدد من اللايكات. موضوع النهاردة موضوع مهم جدا أو غاية في الأهمية، وهو موضوع الأبليكس اللي عمل فرقعة في عالم التخسيس الفترة اللي فاتت. الإعلانات عنه بقت بشكل مكثف، الأبليكس فعال وقاهر وبديل بالونة المعدة، وبالتالي الناس بدأت تتساءل عنه بشكل كبير، ويعني بيبعتولي هل فعلا يا دكتورة يستحق ان انا اجربه، هل فعلا يستحق ان انا ادفع فلوس علشان اجيب الأبليكس، هل فعلا هخس عليه. علشان كده النهاردة عملت الحلقة علشان اجاوب على كل الاسئلة دي. طيب تعالوا نعرف ايه قصة الأبليكس، او الأبليكس ده هو عبارة عن ايه. الأبليكس هو منتج اعلنت عنه الشركة المنتجة ليه، ووصفته بانه اول حاجة ان هو بيساعد في انقاص الوزن وفي التخسيس بشكل كبير، تاني حاجة ان هو بيساعد في سد الشهية، تالت حاجة ان استخدامه بيغني عن التمارين الرياضية. يعني انت ممكن تستخدم الأبليكس وما تلعبش رياضة، لان الشركة بتقول انه كفاية جدا ان انت تاخده وهتخس من غير اي حاجة ومن غير اي تعب. تقريبا الجرعة بتاعته يعني كورس 3 شهور وفي حدود 700 جنيه او 666، يعني في الحدود دي. يبقى ده الاعلان اللي كان عن الأبليكس. طيب علشان نعرف هل فعلا الأبليكس فعال ولا لا، بنروح اول حاجه نعملها ان احنا نبص على مكونات الأبليكس. طيب يبقى الأبليكس ايه المكونات اللي داخله فيه؟
بيتكون من 7 حاجات رئيسية مكتوبين على العلبة من برة. أول حاجة بودرة قشور البسيليوم، تاني حاجة مسحوق عصير التفاح، تالت حاجة مسحوق جريف فروت، في كمان فيتامين سي وفي سكرالوز وفي بيكلونات نكهة التفاح، وآخر حاجة في الكروميوم. وبالتالي إن كل المكونات اللي فيه ملهاش أي علاقة خالص بنقص الوزن أو سد الشهية والكلام ده، ده هو ممكن بس الكروميوم اللي شوية يساعد في التخسيس بس بشكل بسيط جدا. ده مش بس كده، ده جهاز حماية المستهلك بيحذر المستهلكين تحذير واضح وصريح: يا جماعة ما تستخدموش الأبلكس، لأني الأبلكس لا يستخدم في أغراض التخسيس. ليه الكلام ده؟ لأني الأبلكس أصلا متسجل كمستحضر غني بالألياف بنكهة التفاح وبمحلي صناعي، يعني هو أصلا متسجل إنه مستحضر غني بالألياف، وبالتالي هو ملهوش أي علاقة بالتخسيس أو بإنقاص الوزن أو إنه بيغني على التمرين الرياضية أو كل الكلام اللي بيتقال عنه. فنصيحة مني يعني تبعده تماما عن موضوع الأبلكس ده، محدش يفكر يشتريه، لأن هو منتج زي قلته ملهوش أي لازمة، مش بيعمل أي حاجة، مجرد فرقعة إعلانية ودعاية. واسألوا غيركم من الناس اللي جربته قبل ما يعني تدفعوا مبلغ كبير في حاجة ملهاش لزوم. يبقى نصيحتي النهاردة ابعدوا عن الأبلكس واستخدموا أي حاجة أدوية التخسيس كتير. في لينك فوق هيطلع، في دايرة كده هيطلع منها فيديو في كل أدوية التخسيس اللي ممكن تجيبها بأسعار أقل من كده بكتير جدا، ولو التزمت عليها هتشوف نتيجة كويسة. أو لو مش عايز تستخدم أدوية التخسيس، انت تقدر تمشي بنظام غذائي عادي وبرياضتك وكل حاجة وهتخس وهتحقق هدفك، لكن أرجوكم ما تدفعوش فلوسكم وما تضيعوش فلوسكم في أي حاجة وفي أي إعلانات ومش أي حاجة تسمعوها تنبهروا بيها. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم وتكونوا استفدتوا منها. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشاركوا الفيديو مع أصحابكم عشان نوعي الناس من خطورة استخدام المنتجات دي. وأشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة، أشوفكم في أحسن صحة. باي باي.